طبعا كورونا مشاهدينا وديانا لف كل العالم ووصل الين هوليوود. يمكن قاعدين نشوف دحين في سيلبرتيز في هوليوود قاعدين يطلعوا بيتكلموا انه وصلهم الفيروس. في ناس بتطمننا في ناس بيختفوا، فنبغى نعرف كل الاخبار طبعا منك. ساره، ومن المهم جدا كمان انه يعرفوا العالم قديش اكشلي انا بتاكد انه بيعرفوا قديش السيلبرتيز عندهم دور كثير مهم لننشر التوعيه، ولا يقولوا للعالم انه لا Don't panic، ما تعتلوا هم هالقد. وبدايتنا أكيد اليوم رح تكون مع توم هانكس، بس اليوم سارة بدي أسألك سؤال. أكشلي رح نلعب لعبة بخلال الهوى اليوم، بديك أنت تتوقعي كيف صارت الصحة أو وضعهم الصحي للعديد من السليبرتيز اللي يعني طلعوا وحكيوا عن الموضوع. إن شاء الله كلهم يطلعوا كويسين صراحة يعني. أكيد إن شاء الله، بس توم هانكس شو بتتوقعي؟ هل هي مستقرة إلى الأسوأ أو ما بتعرفي؟ يعني أنا اللي أعرفه إنه توم هانكس مستقرة، لأنه هو طلع حط صورة على الإنستغرام حقه هو وزوجته، بعدين إذا ماني غلطانة راحوا المستشفى، بعدين طلعوا من المستشفى. شكلك متابعة. إيه طبعاً متابعة. خبرك بالضبط كيف صار وضعه سارة لتوم هانكس وزوجته، بس قبل خلينا نشوف شو نشر توم هانكس على صفحته على إنستغرام لحد الساعة. اللي عرفناه عبر إنستغرام توم كان عبر صورة نشرها من 4 أيام، وقال عم ناخذ الأمور يوم بيوم، في كتير أمور فينا كلنا نعملها إذا منتبع نصايح الخبراء ومنهتم بنفسنا وبالآخرين، ما هيك؟ كما نشر صورة أخرى مع كابشن خلينا نهتم ببعضنا البعض، وكمان عم نشوف بالصورة 2 قطعتين من التويست وعم ياكل فيجيمايت اللي هي من أشهر السبريدز أو القصص التهنية لتاكليها بأستراليا. ولكن رح أعطيك الجواب على السؤال، هو في حالة مستقرة. الحمد لله في حالة مستقرة. اللي عرفته اليوم صباحا لحد الساعة بصورة هلا رح نشوفها على الشاشة نشرها توم هانكس من أقل من 10 ساعات، هي إنه عم بيقول العالم إنه أنا خرجت من المستشفى، قعد المستشفى 4 أيام، هو في حالة مستقرة، هو وزوجته بمنزل خارج عن المستشفى بولاية كوينزلاند بأستراليا تحت المراقبة، موجود بعد عندهم البعض أو من العوارض اللي بدأت معهم بالبداية، بس هن بصحة أفضل. هلا عم نشوف كمان الصور ابنهم كولين هانكس اللي طلع وطمن العالم عن صحة والديه، وقطع كمان هلأ على الهواء شفنا صور لكيتي باري. يمكن كتير من الناس ما كانوا عارفين انه كيتي باري كمان كانت موجودة بنفس الفندق مع توم هانكس، كانت عم تستعد لحفلة غنائية بكوينزلاند كمان بأستراليا، ولكن طبعا اضطرت تغادر الى الولايات المتحده قبل ما يسكروا المطارات. مع انه تعرف فؤاد يمكن طلع يوم، تعرف الاشاعات كيف الناس تحب تتكلم وغاصب والاشياء، فقالوا انه هو ما حالته ما هي مستقره، واكشلي صار مره اسوء. لا من العالم وفي ناس انه حسب انه هو خلاص يعني انه ما حتى اكيد انتشرت كل الاشاعات، وكثير ناس زعلت انه كثير افلام لتوم هانكس لانه هيز ان ايدول، يعتبر مثل ايقونه لكتار، وخاصه انه هو صوت المين كاركتر حق توي ستوري، فكلنا قلنا انه خلاص توي ستوري وقف. كم سنه هو لتوي ستوري؟ 12 سنه ولا شيء زي كذا. فكثير ناس زعلوا، فكويس انه امنتنا وقلنا انه حالته مستقره. طيب السليبرتي اللي بعدها هايدي كلوم. هايدي كلوم بتوقعي حالتها مستقره الى الأسوأ او ما بتعرف؟ يعني انا يعني مستقره، اقول مستقره؟ ايه. طيب قبل ما نشوف اذا هي مستقره او للأسوأ، هايدي كلوم نشرت على صفحتها فيديو عم توصف فيه صحتها اللي يبدو انها كانت متقلبه شوي، خلينا نتابع الفيديو بالاول. Know why I have not been sitting in my America's Got Talent seat and just gone to work. Started all with like a chill, feeling feverish, cough, runny nose. I'm just not feeling good, so that's why I've stayed home to not infect any other people. I hope it's just a cold. I would love to do the corona test, but there just isn't one here. I tried with 2 different doctors and I just can't get one. جواب عن صحة هايدي كلوم. ما نعرف. ما نعرف. أوه. هايدي كلوم كانت عم بتصور حلقة من America's Got Talent الأسبوع الماضي، بدأت تشعر بعوارض اللي شفناها هلأ بالفيديو، انتقلت إلى منزلها، وضعت هذا الفيديو على إنستغرام اللي شفناه هلأ. اللي عرفناه أنه كمان زوجة كان عم بيشعر بنفس العوارض، اثنيناتهم عملوا الفحص، زوجة طلع نيجاتيف، ولكن هي بعدها بانتظار نتائج الفحص، فما بنعرف. مع انه ما يعني ما تطول، فمفروض انها طلعت بس يمكن ما يبغوا يقولوا. شو الاسباب ليش هي بعد ما افصحت؟ كل اللي بنعرفه انه بعدنا بانتظار نعرف نتيجتها.
وكمان يا ساره بخطوه حلوه ومحاوله لنشر التوعيه كمان العديد من السليبرتيز ومنهم مالي سايرس، وضعت فيديو على انستغرام وقالت ما حدا بحاجه لكل كيس شوربه بالمتجر، اذا رح نكفي هيك المعونات الغذائيه رح تصير اغلى وما رح نترك شيء لغيرنا. فكروا مرتين قبل ما تستجيبوا لخوفكم وتهملوا حاجات غيركم، هيدا وقت مثالي لنظهر في تكاتفنا بعض البعض. مالي سايرس مستقرة إلى الأسوأ أو ما بتعرفي؟ صراحة ما أعرف، أنا ما سمعت أخبار أبداً عن مايلي سايرس. حالة مايلي سايرس مستقرة، واللي كتير حبيته ولقيته لافت من مايلي سايرس سارة هو إنه أطلقت هذا الأسبوع بث مباشر رح يكون يومي على الإنستغرام، ما بعرف إذا شفتيه مبارح أكشلي على الإنستغرام تبعه، ومبارح هلا رح نشوف صور له، أول حلقة لإلها على اللايف كانت مع الثيرابيست أو المعالج النفسي الخاص فيها، طلعوا لحتى يوعوا الناس يقولوا إنه لا أنتم قاعدين بالبيت ما بدها هالقد، أكيد تشيل رح تكون صحتكم بخير، خذوا الوقاية اللازمة. وتاني حلقة اللي كانت مبارح عم تابعها أنا كمان على إنستغرام كانت مع المغنية دامي لوفاتو اللي كمان مرت بالكثير بآخر سنة، تعرف ضد دامي لوفاتو مرت بمشاكل، وهلأ عم نشوف كمان صور لها مع دامي لوفاتو. فخطوة كتير حلوة من مالي، رح تكون لايف كل يوم على إنستغرام مع شخصية جديدة لنشر التوعية ولتخلي الناس يكونوا أكيد بوزيتيف وبحالة صحية ونفسية. ومرة مهم إنه نشر التوعية الموضوع على السوبر ماركت، لأنه في حالة بانيك على السوبر ماركت مرة بزيادة، وخاصة في أمريكا في مسحة هذا التويلت بيبر أو أوراق الحمام الله يكرمكم، ماني عارفة إيش وضعها، ليش المشكلة، ليه ورق حمام عامل مشكلة ومصيبة قد كده؟ عنده سؤال على هاشتاجز، وفي ناس قاعدة تشتري وترجع تبيع، يعني مرة عاملين إن الموضوع قصة يعني. إيش في موضوع كمان؟ بدنا نحاول أكيد نغير جو أكيد الكورونا يلي للأسف يمكن طغى بالطريقة الغلط على العالم. فكورتني كوكس قررت تتفرجي مواهبها بالرقص، هيك عم بتقضي معظم وقتها بالبيت، ونشرت فيديو على تيك توك مع كابشن أقولكم هيدا هو السبب اللي خلى جوني وكوكو أنهم يبتعدوا عني. خلينا نشوف المقطع. يعني الكل استغربوا، حتى ماثيو بيري من زميله بفريندز قال لها انه شو عم بيصير شو عم تعمل، بس اكيد يعني عم بتحاول ترفه عن نفسها بوضع الذهبي. هذا الوضع عند كل الناس، يمكن هذا اللي شفناه في السوشيال ميديا مع هدى كمان.